مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم في هذا الشهر الشريف. في مسجد الإمامين الحسنين عليهما السلام في حارة حريك، وفي رمضان من عام 1432 هجرية، وفي الأول من شهر رمضان، تحدث سماحة السيد فضل الله رضوان الله عليه عن ضيافة الله في شهر رمضان المبارك، فتلا الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علق السيد على الآية القرآنية الكريمة قائلا: عندما نستقبل هذا الشهر المبارك، فإن علينا أن نعد أنفسنا إعدادا روحيا للدخول في رحابه، حيث نشعر كما ورد في الخطبة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا في ضيافة الله، فعلينا أن نحصل على هذه الضيافة التي هي مغفرة الله ورضوانه ورحمته ولطفه ورزقه، مما يجعل الإنسان قريبا من ربه بعقله وقلبه وروحه وحياته. ونحن نحتاج كثيرا للحصول على هذا القرب من الله، لأننا عندما نفكر بوجودنا نعي أن الله هو الذي منحنا هذا الوجود، هل من خالق غير الله؟ وإذا أردنا التفكير بحركتنا كلها في الحياة، فإننا ندرك أنها من نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم يتحدث السيد رضوان الله عليه عن إحسان الله للعبد وعن إساءة العبد لخالقه من خلال معاصيه، فيقول: إننا نعرف أن حياتنا كلها هي من الله وفي رعايته، حتى أن الله يعطينا نعمه رغم معاصينا وابتعادنا عما فرض علينا من واجبات. وهذا ما عبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي: تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعنا ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. وينتقل السيد رضوان الله تعالى عليه ليتحدث عن محبة الله تعالى لنا، فيقول: لقد أدركنا أن كل ما نملك في هذا الكون الرحيب وما عندنا هو من الله الخالق، فتبارك الله أحسن الخالقين. فكل ما في الطبيعة من ماء وهواء وخلايا وأجهزة داخل الجسم كلها خلق الله، فهل يمكننا الاستغناء عن مقومات الحياة الكونية والإنسانية؟ نحن مرتبطون بالله، هكذا يقول السيد، بما لم نرتبط بأحد في هذا الوجود، مرتبطون بكل وجودنا حتى في لحظة حضور الأجل، وسوف نقف بين يدي الله تعالى، وهذا الوقوف يوجب علينا أن نقيم العلاقة مع الله وأن نوثقها. وهنا يتساءل السيد: كيف نوثق علاقتنا بمن تربطنا المصالح بهم ولا نوثقها بالله، حيث نحتاج القرب منه ونحتاج تبادل الحب المتبادل معه؟ يجيب السيد قائلا:
لقد بين الله هذه القضية الحساسة في القرآن الكريم، ولا سيما الوسيلة فيها، وهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لأن الرسول يبين عن الله تعالى: فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فاتباع الرسول محبة لله، لأنه يحب التوابين. وفي الحديث: إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب، والله لا يحب الخائنين والكاذبين والمنافقين، وإنما يحب الصادقين. وكما أنه تعالى لا يحب المجرمين أو الظالمين، فهل يعقل أيها الإنسان أن تحب الله وتظلم وتفسد في الأرض؟ والظلم كما يقول السيد: أن تأخذ الحق وتغصبه ممن له حق عليك. والظلم يكون أيضا من خلال الاعتداء على الناس الضعفاء أمامك. وهذه مسائل تحتاج إلى مناقشة وحساب مع النفس، لأننا مشغولون عن أنفسنا. فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من نظر في عيب غيره اشتغل عن عيب نفسه، وهي النفس الأمارة بالسوء، والتي لم يفكر أحدنا أن يجلس معها ليسألها عن نقاط ضعفها وقوتها، وليتساءل معها: كم كذبة كذبت، كم غيبة اختبت، كم ظلما مارست، كم شتيمة شتمت. لنكن هكذا ينصحنا السيد، لنكن أصدقاء أنفسنا، فصديقك من صدقك لا من صدقك. أن ننهى هذه النفوس عما يضرها، وأن نرشدها إلى ما ينفعها. فلنفكر هكذا أيضا ينصحنا السيد، فلنفكر بهذه الطريقة ونحن في ضيافة الله، حتى نخلص لله في شتى أمورنا. وحساب النفس ليس أمرا سهلا، إنه يتحرك في عالم الشهوة والمزاج. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. فالإنسان مدعو لفهم نفسه وحسابها ومحاكمتها ومجاهدتها. اجعل نفسك عدوا تجاهده، لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أيها الأحبة، إنه خطاب الحنو والحب ينطلق من فم السيد. أيها الأحبة، هذا الشهر هو شهر الموسم، حيث يجب علينا التجارة فيه مع الله، والتجارة مع الله دوما تجارة رابحة، وليس هناك من يرغب بالخسارة في تجارته. وعلى هذا فلماذا لا نعمل على أن ننجو من عذاب الله، وذلك بأن نسير في خط طاعة الله. فإذا كان الله وجهتنا ونحن سائرون إليه، علينا ألا تغلبنا النفس أو ننساق خلف من يعصي الله من الظلمة والمجرمين. وهنا علينا أن نعي نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في القرآن الكريم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس في آخر حياته فقال لهم: أيها الناس، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، أما إنه لا ينجي عمل إلا مع رحمة، ولو عصيت لهويت. والسيد رضوان الله عليه في هذا المجال
يريد أن يؤكد على مسألة، وهي أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام مأمورون بالعمل، ولذلك فإنهم عباد مطيعون لله، وعظمتهم هي في عبوديتهم لله. وعلى هذا فليس من قرابة بين الله وبين أوليائه، فهم قد سموا وارتفعوا إليه واقتربوا منه بطاعتهم له وبالتزامهم بأوامر الله ونواهيه. فكيف نحن البشر العاديين؟ ما الذي ينجينا غير العمل ومحاسبة النفس لنرتقي في درجات التقوى، حيث لا يرانا الله حيث نهانا ويرانا حيث أمرنا. ولذا فإنه مما يروى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حالات الاحتضار، وقد أحاط به عمه العباس بن عبد المطلب وعمته صفية بنت عبد المطلب وابنته فاطمة الزهراء عليها السلام وبعض أقربائه، التفت إليهم وقال: يا بني عبد مناف، اعملوا لما عند الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يا عم رسول الله، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عمة رسول الله، اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويختم السيد رضوان الله عليه بالقول: إن علينا في هذا الشهر العظيم أن نفرغ عقولنا لنفتح حياتنا وقلوبنا وعقولنا لما لله فيه رضا ولنا فيه صلاح، صلاح أنفسنا لنصوم صيام العقل والقلب والروح، ولنحصل على تقوى الله، التقوى التي تشكل ركيزة الصوم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي رسالة الصوم: التقوى والعبادة والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.